بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إزيكم؟ عاملين إيه يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كام يوم الفيديوهات اللي بصورها كلها ما بطلعش أنا فيها، بصور الحاجات اللي أنا عملتها بس. فإن شاء الله النهاردة أهم يوم في الحاجات اللي أنا عاملها إن شاء الله، إن أنا هقفل النهاردة السقف. تمام كده، زي ما اتكلمنا قبل كده ان انا خلاص بنيت وجهزت كل حاجه، وزي ما قلت لكم الحيطان لازم الطوبه تبقى وش الطوبه من جوه، يعني الناحيه الناعمه من جوه. تمام كده، عشان الحشرات او الابراص او السحالي او التعابين او الكلام ده كله ما تخشش تعشش ما بين فتحات الطوب. تمام، في حاجه تانية نسيت اقول لكم عليها امبارح، اللي هي ان انا عامل السقف ناحيه اعلى من ناحيه، يعني انا معلي حيطه من ورا الناحيه دي تمام اعلى من هنا. تمام كده، يعني الحيطه من الناحيه دي كده تمام اعلى من الناحيه الثانيه اللي هي دي. طب ليه؟ عشان لما اعمل السقف هعمل السقف بميول كده. تمام، فان شاء الله الميول دوت هيخلي لو المطره نزلت او حاجه هتنزل على الشارع، فالميول ده ان شاء الله هيخلي المطره لو نزلت هتنزل على الشارع، ما تنزلش تقف على السقف. تمام كده، يبقى المطره تنزل تجري على الشارع على طول، ما توقفش على السقف وافضل انا ايه انزح في ميه والكلام ده كله. وان شاء الله بعد ما اخلص السقف هجيب بوستر كبير اللي هو البانر، بانر الاعلانات مشمع، وافرده على الخشب من فوق. تمام، ممكن اعمل طبقه اسمنت وممكن ما اعملش، يعني على حسب ايه هقدر ان انا اعمل او ما اقدرش. فباذن الله هيكون برضو الميول على الشارع، ففي الحاله ديت الميه مش هتقف لك على سقف الاوضه. فدلوقتي باذن الله هبدا اول حاجه اعملها ان انا هحط العروق تمام بالشكل ده. تمام، العرق اهو يا جماعه، تمام ده اول عرق انا حطيته، لسه هظبط بس ايه الاماكن بتاعتهم، يعني انزل العرق تحت شويه، اقفل حواليه باسمنت الكلام ده، وبعد كده ان شاء الله هبدا ان انا ارص الالواح. الالواح ورا اهي. تمام، هنطلع دلوقتي برضه اوريكم الالواح. اهي يا جماعه الالواح، دولت الالواح اللي انا هحطهم. تمام، ودي العروق اهي، ده العرق ال 10 في 10 اللي انا قلت لكم عليه. تمام، اهو عرق متين جدا تمام عشان يشيل معايا السقف. تمام كده، هرص الاربع عروق، هرص الاربع عروق هنا، وهرص عليهم الالواح بطول الاوضه كلها. تمام، الاوضه هتاخد لها حوالي 40 لوح، والاربع عروق اللي انا جايبهم دول اللي انا وريتهم لكم دلوقتي. فهبدا دلوقتي اول خطوه باذن الله ان انا هرص العروق واظبط اماكنها، وبعد كده هبدا اسحب لوح لوح واطلعهم فوق وامسمرهم في السقف من فوق، وهنشوف الكلام ده كله باذن الله مع بعض. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه العرق اهو مفتوح له شنايش تمام بالشكل ده على قد العرق، بس طبعا العرق ده عشان 10 في 10 سمكه عريض جدا، فلازم ان احنا نبيت له في الطوب، يعني هكسر له في الطوب عشان ابيته كويس. تمام، عشان لما احط الالواح ما يبقاش في فرق ما بينها وما بين الحيطه هنا كتير. تمام، بس في حاجه مهمه دلوقتي، دلوقتي انا بحرك العرق كده فالعرق بيلب معايا بالشكل ده، انا عايز العرق يبقى مرتاح، فهبدا ان انا اقلب العرق كده تمام واشوف لحد ما يجي معايا. بص كده بقى ماسك نفسه، تمام بص بقى ماسك نفسه. تمام، فلازم ابيته على الناحيه اللي هو مرتاح عليها، مش هينفع ان انا اخليه بيلق. بصوا يا جماعه دلوقتي انا حطيت الاربع عروق اهم تمام، واول حاجه بعملها ان انا بعمل تيست بلوح خشب. تيست بلوح خشب يعني ان انا
بعد ما رصيت الاربع عروق بحط لوح الخشب فيهم واشوف هل الاربع عروق متساويين في نفس الارتفاع ولا لا، يعني لوح الخشب مرتاح على الاربع عروق ولا لا. تمام. تاني حاجه اهم نقطه، ان لوح الخشب يرتاح على الحيطه من الناحيه دي والحيطه من الناحيه دي، وما يكونش فيه فارق كبير ما بين اللوح والحيطه. فنشوف دلوقتي اهو. تمام، بص كده في فرق قد ايه، ده الفرق ما بين اللوح والحيطه. فدلوقتي انا هكسر تحت العروق من هنا، تمام، تحت كل عرق كده حوالي 2 سنتي عشان المسافه دي تقل، عشان دي اللي انا هقفلها باسمنت لما اخلص خالص. بعد ما ارص العروق كلها ومسمرها المسافه دي هقفلها باسمنت. يبقى انا دلوقتي عايز اكسر تحت العروق هنا، تمام، في الجزء ده كده وفي الجزء ده كده، اكسر حته كده عشان العرق ده ينزل تحت شويه، فاللوح ده ينزل فيبقى هنا قريب من الحيطه، ما يبقاش في مسافه كبيره ما بينه وما بين الحيطه، عشان لما اجي اقفل اقفل بسهوله وما تاخدش معايا اسمنت كتير. تمام كده. فانا دلوقتي هجيب الاجنه والمطرقه وهكسر عشان اساوي الالواح دي بالحيطان. تمام كده يا جماعه، بصوا كده معايا المسافه من هنا بقت صغيره جدا، نطلع من فوق كمان ونشوفها. تمام، مسافه بقت اهي زي ما احنا شايفين كده. طبعا اللي انا كسرته ده كله هيتقفل اسمنت وهيبقى افضل من الاول، يعني افضل مكان مبني بالطوب. تمام، ومن الناحيه الثانيه برضو نفس النظام اهو متقفله على بعضها. دلوقتي انا هظبط الناحيه دي اخليها بسوى الناحيه الثانيه بحيث ان هي ما تبقاش برضو ايه الالواح اعلى من الطوب عشان الميول يجي معايا مظبوط. تمام كده. دلوقتي انا خلصت الجنب التاني برضو اهو، بيت العروق فيه، طبعا كسرت له شويه طوب عشان ابيت العروق جواه، وهقفل دلوقتي ان شاء الله باسمنت. طبعا حطيت لوحه اهوت برضو، وشفت المسافه من هنا اهي والمسافه من هنا، مسافه طبعا ضيقه جدا، ان شاء الله هقفلها برضو بالاسمنت. تمام، فدلوقتي هعجن شويه اسمنت برمله وهزود الاسمنت فيهم عشان تنشف معايا بسرعه وتبقى قوية جدا لما تنشف عشان العروق ما تتهزش تاني. تمام كده، فدلوقتي هعجنهم وابدأ في ان انا اقفل بيهم. بسم الله كده يا جماعه. بعد ما خلصت تقفيل حوالين العروق بالاسمنت، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده قفلت حوالين العرق من الاربع جهات، تمام، بحيث ان هو يبقى ماسك نفسه وما يتحركش ما بين الحيطه وبعضها، يعني ما يتهزش من مكانه، فطبعا يبدا ان هو ايه يلخلخ معانا الحيطه او الكلام دوت ويكسر طوب والحاجات دي. تمام، مقفل كويس جدا اهو، اي طوبه اتلخلخت معايا قفلت عليها برضو. تمام كده، وادي الشكل بعد ما خلص. طبعا هسيبه ينشف، بعد كده هبدا ان انا ارص الالواح عشان لما اجي مسمر الالواح ادقها بالمسامير ما الاسمنت ده ما يتكسرش تاني. تمام، فانا هسيبها تنشف خالص وبعد كده هبدا في ان انا ارص الالواح. طبعا الالواح اهي واهو، تمام، هرصهم وبعد كده هقفل الحروف اللي في اللجنات دي وهنشوف برضو مع بعض الخطوات دي. تمام، العتبه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات هقفلها اسمنت. طبعا انا كده ده التجهيز بتاعها، لسه هقفلها تاني وهظبط عليها واقفل الباب واخليها بالظبط بسوى الباب بحيث ان الباب لما يتقفل ما يحكش في العتبه، وكمان لما الباب يتقفل ما يكونش في اي فاصل ما بين العتبه دي وما بين الباب. تمام كده، فطبعا زي ما احنا شايفين كده اديتها اسمنت من الناحيتين. تمام،
اهو يا جماعه اديتها اسمنت من الناحيتين وقفلت من فوق حاجات بسيطه ولسه هقفل تاني عشان تبقى مظبوطه تمام. فانا دلوقتي هسيب الكلام ده كله ينشف وبعد كده باذن الله هكمل شغل وهنشوف مع بعض برضه.